السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الريفت بلاقي في الالكتريكال اناليسيز ان انا اقدر اعمل حسابات للاحمال، لكن اول لازم احدد الاريا بيزد لود باوندري، الحدود بتاعت الغرفة، وليكن مثلا هنا لهنا، وممكن ابدأ ارسم بالشكل دوت. وكذلك باقي اللوحة وبعد كده هاجي اقول له من هنا لو انت عايز بقى تعمل هايد باوندري اوبن اند، تمام. ممكن اجي هنا واقول له اريا بيست لود، ممكن مثلا ديت اهي، وهنا احدد مثلا ان دي جنرال لايتنج، مثلا الفولتج قد ايه، الاسم لو انت عايز تغيره بالشكل دوت، او ممكن حتى لو في عندك مساحتين ممكن ان انت تضيفهم مع بعض وفينش اديت. وهنا ممكن تيجي وتقول له ان ده السبلاي فروم، وده برضو كذلك، وممكن لو في غرفة تانية وعايز تضمهم على بعض ممكن تقول له edit area based loads وتبدأ تضيف او تحذف لو انت حابب. وممكن تقسمهم divide. طيب بعد كده هقول له equipment load، فيبدأ يفتح لي الشاشة ديت، دي السيستم براوزر. لو وقفت على اي واحدة فيهم هنا هيبدأ يجيب لك الداتا بتاعتها وهي متوصلة بالسويتش بورد اسمها ايه، وكل الداتا اللي انت ممكن ان انت تحتاجها. احنا وصلنا بال HDB، متوصلة بال HDB، ولو في حاجة مش متوصلة بيبدأ يجيبها لي هو هنا. فلو انت حابب ان انت توصلها ممكن تكون في مكان تاني، في دور تاني اللود ست، تبدأ ان انت تضيف المعلومات بتاعتك.